فلو حصل اصابه في الرقبه ممكن تاخد ايديا ورجليا والنص التحتاني كله كمان. الناس اللي بدا يجي لهم في اللحظه دي في لحظه الحادثه دي شال لا قدر الله ممكن يرجعوا تاني يمشوا بشرط ان ما يكونش حصل تلف دائم للحبل الشوكي. النهارده تعمل اربع غضاريف في ساعه ونص، يتدنج في نص ساعه والعمليه ساعه ونص وبيخرج بعد ساعتين. الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحه الانزلاق الغضروفي، كليه الطب جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه والعربيه لجراحات العمود الفقري. اهلا بكم. النهارده احنا بنفتح موضوع مهم جدا، خلي بالكم، ويهم كل المصريين وكل العرب، وطبعا موضوع عالمي مهم جدا. بلا شك مشاكل الظهر كتيره، لكن خلينا اقول لكم انه لما واحد يكون عنده مشكله في الفقرات ويمشي بقى معاه الطريق الراجل، المشكله دي لسبب ما هنتكلم عنه النهارده، وعمل عمليه، عمل اجراء جراحي، عمل اجراء تداخلي، عمل اجراء معين في الظهر، اتحسن شويه، لكن بقى هنا تبدا القصه المهمه قوي. ثم حدثت له انتكاسه، رجع تاني، بنسميها غضروف مرتجعه، رجع تاني الغضروف يعمل مشاكل او غضروف اخر عمل مشاكل. انا عايز افكر وتفكروا معايا في حاله هذا الانسان النفسيه عامله ازاي. اكيد خوف، مزيج غريب بقى من الخوف الشديد، من القلق الشديد، وعدم الثقه برضه لان هو عمل عمليه ورجع تاني، وايضا هناك محاذير كبيره جدا، لانه اعتقد ان الضربتين في الراس توجع والضربتين في الظهر يوجعوا جدا جدا جدا. فاحنا بنفتح ملف مهم قوي في الطب، كلمه ريكارنت كلمه مخيفه في كل فروع الطب. ريكارنت يعني ايه باللغه العربيه؟ يعني ارتجاع، حدوث شيء او مرض مرتين ورا بعض. الموضوع ده مهم جدا جدا، والحقيقه انا هفتح ملف كمان شديد الخطوره جدا جدا، وفي دهاليز سريه. اسمحوا لي فيه ان انا ارحب بضيفي الذي نفتخر حقيقه من قلبي بوجوده في الاعلام الطبي، واسم كبير، وطبعا كان مش من السهل ابدا اقناع قيمه جراحيه اكاديميه كبيره بالتواجد الكامل في الاعلام الطبي، لكن الحقيقه انه قدم او ما زال يقدم رساله توعيه وثقافيه، بالاضافه طبعا لعمل اكلينيكي متميز للغايه، هو الاسم الكبير واستاذ الاساتذه في هذا المجال والقيمه العلميه والجراحيه الكبيره، الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا حضرتك دكتور. هنقول على السلامه الاول، ربنا رحله اوروبيه سريعه ثم عوده الى مصر، كنا بنتكلم في تفاصيلها. الاول انا عايز اخد رايك في كلمه ريكارنت، كلمه مقلقه وفيها دهاليز، دهاليز بمعنى الدهاليز كثيره قوي. دهاليز بقى، يا ترى ايه اللي حصل؟ يا ترى مين اللي عمل العمليه الاولانيه؟ يا ترى غلط في ايه؟ يا ترى ايه اللي تركب؟ يا ترى الماده اللي تركبت ايه؟ قصص كتيره. هل انا وفقت ولا انا فتحت على نفسي باب صعب؟ هو الحقيقه كلمه ريكارنس او ريكارنس ترجمتها عن المرتجع او اللي رجع تاني. بس هو كابوس، يعني هو اللي رجع ده كابوس، يعني مش رجعت حاجه جميله ان انت هتبقى سعيد بيها، يعني ما بترجعش. احنا بنتمنى ساعات الحاجات الحلوه انها ترجع، ما بترجعش، مش كده، بتعدي بتمشي باي باي يعني. لكن ده لما بيرجع رجوعه صعب. اذا هنفتح معا ملف مهم جدا، هو ملف الارتجاع ورجوع المرض مره اخرى، احيانا بيكون اقصى واكثر قسوه وحزن ومشاكل من وجوده من المرة الأولانية. تعالوا نشوف الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ الكثيرون يشتكون في هذه الأيام من آلام أسفل الظهر وازدياد مشاكل الانزلاق الغضروفي بشكل أصبح مزعج. الأرض تلعب دور، الطرق اللي غير مسفلتة حتى الآن وعليها علامات استفهام تلعب دور، عربيات غير الجيدة اللي بدأت تنتشر في مصر من نوعيات غير مناسبة للجسم البشري تلعب دور. أبيض أسود أبيض؟ لا طبعا أبيض، يعني أبيض، يعني إحنا عندنا ظروف كتيرة جدا
هي اللي بتساعد على ان حدوث المشاكل في العمود الفقري، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق التركيبه بتاعت العمود الفقري. العمود الفقري ده دقيق جدا ومعقد جدا، يعني ربنا خلقه مجموعه فقرات، ومجموعه الفقرات دي يفصل ما بينهم زي المخده او الوساده او السوسته او المساعدين، بنقرب التشبيه كده، اللي هي علشان تحافظ على الحركه. يبقى الحركه اقدر اتحرك باليونه بدون الم، واقدر ما بقاش واقف استف، يعني يبقى في عندي مرونه جامده جدا. احنا بنشوف الناس اللي هي بتبقى ماشي انت بتحرك ايديك ورجليك، وبمره حد يندى عليك تلاقيك لفيت في حته واطيه بتنزل، حته عاليه بتطلع، مطب في العربيه، كل الكلام ده كله. العمود الفقري التركيب الدقيق بتاعه ده هو ممكن حاجات كتيره جدا تبوظها، يعني زي ما حضرتك قلت وسائل المواصلات، طبيعه الطرق بتاعتنا، وطبيعه العمل، واهتمامنا بجسمنا، يعني الوزن الزياده مع الشغل الزياده مع التوطيه الكتير والشيل الكتير. واحنا عندنا يعني للاسف الشديد ما بنقدرش نتحكم في طبيعه عملنا، يعني مثلا ست البيت اللي طول النهار واقفه هي ما بتريحش وما بتمارسش رياضه، فظهرها ضعيف، وفي نفس الوقت هي ما بتخرجش لان ما فيش وقت وما فيش ممارسه رياضه، الوزن بيزيد، فبقى وزن زياده مع حركه قليله، وطول النهار يا اما واقفه يا اما متوطئه او بتشتغل. فده بيستهلك العمود الفقري طبعا ابيض. السؤال القادم مهم جدا، كلما سارع المريض في علاج الانزلاق الغضروفي كلما تجنب التدخل الجراحي، ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ لا ابيض طبعا، ابيض طبعا، لان دايما احنا بنقول ان 80 الى 85% من الناس اللي عندهم انزلاق غضروفي بيتعالجوا بالعلاج، يعني اعمل اشعه تقفي غضروف كبير، ها، وضغط على العصب، والمريض جاي لي بالالام بتاعت الغضروف اللي هي كان بيشتكي بوجع في ظهره، بدا يسمع في فخده، بدا ينزل في رجله، بدا يعمل تنميل، بدا يعمل خدلان، بدا يعمل حرقان، كهربا في رجليه، ده ميه بتغلي او زيت بيغلي بيجري في رجليه، وممكن ياخد رجل واحده وممكن ياخد الرجلتين، يعني الالام كتيره. وجينا عملنا اشعه رنين لقينا غضروف في اوله. الله عليه، ده جميل قوي. نبدا بقى مرحله العلاج، ثم مرحله التاهيل بالعلاج الطبيعي والحزام، في خلال من شهرين الى ست شهور بيرجع للطبيعه بتاعته، يبقى انسان طبيعي جدا، وتعمل له اشعه تلاقي الغضروف اختفى تمام. على عكس بقى واحد زي اللي في الاشعه اللي عندنا ده، يعني ده من أسوأ النماذج، يعني حضرتك تشوف كان عنده غضروف وسابه، التاريخ المرضي بتاعه بقاله كام سنه يا دكتور ايمن؟ 26 سنه. انا عارف ان انا عندي غضروف، وعارف ان انا عندي غضروف، بس انا متعايش معاه. طب تعالى نشوف نتيجه التعايش ده وصلنا لفين. وصلنا ان احنا بقينا على كرسي بعجل، خلاص بقى، وبدا يحصل ضمور في الاعصاب، وبدا يحصل سقوط في الرجلين في الناحيتين. عملنا اشعه الرنين، نبص لها المنظر ده، احنا ربنا خلق لنا خمس فقرات بس في القطنيه، هو عنده الخمس فقرات كلهم ضاغطين وبايظين، ومعاهم بقى فقره كمان من الصدريه وفقره كمان من العجزيه، بقى سبع فقرات، يعني متخيل. وهنا بقى بدا يقرر، طب يلا عايزين نبدا نحل الموضوع وندور. الموضوع لما بيبقى في بدايته بيتحل زي ما اتفقنا دلوقتي، من 85 الى 90%، من 80 ل 85% امان جدا، ادي علاج شهرين ثلاثه يخف. لكن لما يبقى بالمنظر ده، فقرات متاكله، غضاريف خرجت، القناه العصبيه ضيقت، تحصل ضيق في القناه العصبيه واختناق على جذور الاعصاب، الالم اللي كان في الجنب اليمين بقى في اليمين والشمال، اللي كان ماسك في الظهر نزل في الرجلين وبيسمع، البول ما عادش بنتحكم فيه وبقى بيسبقنا او ما بنحسش بيه. طيب وبعدين نيجي في المرحله دي، دي المرحله اللي احنا بنتكلم فيها بقى، عندنا مشاكل، ومشاكل بقت متقدمه. اللي بيجي في الاول حتى لو قررنا عمليه في الاول بتبقى عمليه ابسط. هنذهب بقى لجزء مهم، لانه لما نقول مرتجع غضروف رجع تاني، المريض على طول بيفكر مين بقى المتهم ومين الجاني ومين البريء. هو المريض نفسه بيفكر كده، تمام، وباللي حواليه كلهم، العيله كلها بتبدا تحط ناس في عفص الاتهام ممكن جدا ما يكونوش مسؤولين حقيقي او مسؤولين حقيقي. نشوف بقى مين المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، ام بريء؟ الانزلاق الغضروفي المرتجع يعتبر الكثيرون انه اخطر من انزلاق الغضروف العادي، ولكن يضعون من اجرى العمليه الاولى دائما في قفص الاتهام. هل هو بقى من اجرى العمليه الاولى متهم ولا جاني ولا بريء؟ هو يعني ممكن يكون الثلاثة، ممكن يكون الثلاثة مع بعض، يعني هو ممكن يكون بريء، لأن ممكن تبقى العملية كويسة جدا بس المريض أساء استخدامها، يعني أو ما عرفش يتعامل معاها بشكل كويس، أو اشتغل كتير، أو كان عنده محاذير.
ممكن يبقى المتهم لان كان عنده حاجات مفروض ينبه المريض عليها. يعني انا في مريض وزنه زياده ولازم تخس بعد العمليه. طب انت عملت العمليه وزنك 140 كيلو لان كنا خايفين ان رجلك بتقف او كان هيحصل شلل، عملنا لك عمليه، ليه بعد العمليه يبقى وزنك 145 كيلو 150 كيلو؟ ليه ما نبقاش نرجع لل 80 90 كيلو؟ واخد بال حضرتك؟ يبقى انا نبهتك، انت ما عملتش دي مسؤوليتك. واخد بال حضرتك؟ طب تيجي تقول طب عملتها لي ليه؟ طب ما انت كنت جاي بتعيط من الالم، مش قادر تنام، مش قادر تقعد، البول كان بيسيب منك، الرجل كانت هتتشل او هتقف. ما احنا يا جماعه هو الشلل بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ما هو بيحصل، وبنشوف ناس على كراسي بعجل. فيعني وساعات يبقى بقى متهم تماما لان نوعيه العمليه اللي انا اخترتها. يعني كتير جدا من الناس اللي بيرجوا لي بعد ما عمل عمليه في المرتجع التقي ازاي اتعملت العمليه دي، بفكر يعني هو الدكتور فكر ازاي قبلها. يعني واحد طبيعه عمل بيشتغل في المعمار او واحد مدرس او واحد في بنك او واحد بيركب عربيه طول اليوم، طب وعمل له استئصال غضروف بالمنظار، هو انت مش عارف ان الراجل ده بيشتغل كتير وبيتحرك كتير؟ مش عارف ان وزنه زياده وطوله قد كده او ست البيت دي ما بتبطلش شغل؟ ليه ما عملناش دعامات؟ ليه ما قويناش الظهر؟ ده مش رايي بس، يعني ده المدرسه الامريكيه اللي هي الاشهر في جراحات العمود الفقري. ما ينفعش تعمل انزلاق غضروفي او غضروف الا لما تعوضه. تركب بقى حاجه، ركب غضروف بديل، ركب دعامه، ركب شرايح ومصاريف، ركب اللي تركبه، المهم اللي يتناسب مع المريض ويديك نتائج كويسه. تدعمه من الظهر. طبعا. من يجري عمليه الغضروف الانزلاق الغضروفي يعني بنفس الطريقه لجميع الانواع من الحالات لجميع الاحتمالات، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا طبعا يبقى متهم، لانك ما تنفعش. يعني اللي احنا شفناه دلوقتي ده نوع من انواع الدعامات الحديثه جدا، دعامات حركيه. انا بركب، انا في العمليه شلت الغضروف خلاص، الجزء الثاني عشان استكمالا للعمليه، عشان العمليه تبقى ناجحه لازم اعمل دعامات. ما انا لو شلت الغضروف بس هي دي عمليه الغضروف، لو شلته فقط لا غير الدنيا جميله والحمد لله دلوقتي وانا جوه العمليه. طب تعالى بقى في ارض الواقع والشغل بعد كده، وهننزل ونركب عربيات ونمارس حياتنا وناخد مطب ونقع ونتزحلق ونشيل حاجات تقيله، لابد بقى من الحلول. يعني هنا نوع من الحلول. الحل الاولاني كنا عندنا فقرتين ركبنا الدعامات وحركيه وجميله جدا. طب لما يبقى عندي اكتر من فقره، فقرتين او ثلاث فقرات زي ما شفنا لحد ست فقرات، دي بقى القصه بقى، ده الجزء بتاع العمليه. احنا الجزء بيبقى عباره حاجه متقدمه جدا، دي الدعامه، بيبقى عباره عن جزء ثابت اللي هو بيدخل زي راس المسمار كده او جسم المسمار يدخل جوه الفقره. الجزء الخارجي اللي بقى اللي ظاهر من الفقره ده معقد جدا، ده مفاصل وجوينتس عامل زي المفصل مثلا بتاع الفخذ بس ده على شكل مسمار، مثل فخذ حتتين حته كده وحته كده بيتحرك فيها، ده بقى معقد اكتر برغم من صغر حجمه لان العمود الفقري اكثر تعقيدا من عظمه الفخذ او مفصل الفخذ. يركب ده بطريقه ما مستوى واحد او مستويين او ثلاثه ونرجع نركب اللي احنا شايفينه ده بنسميه رودز، القضيب. القضيب ده هو العامل المشترك اللي بيجمع ما بينهم من بعض. شوف هنا خلي بالك في فقره كانت ساقطه مننا واقعه، احنا واحنا بنربطها ايه اللي بيحصل؟ بدأنا اهو بنربط الفقره بتطلع معانا بترجع لطبيعتها. ده هنا بنعمل مش بس تثبيت الفقرات، ده انا بعمل تقويم للعمود الفقري، بعمل حاجه اسمها ريدكشن. يعني الفقره اللي هي اتزحزحت واتزحلقت لقدام برجعها بجيبها تاني، وارجعها بشرط ان يكون العظم معايا قوي ويستحمل عشان ما اجيبهاش غصب كده التقيها بعد كده الفقره اتكسرت مني ولا حاجه. طيب عملنا ده وثبتناه، بنركب بقى ما تسمى دعامات وسطيه اللي هي تمسك بقى هذا الكلام بحيث العمود الفقري يرجع زي ما ربنا خلقه. ما ربنا خلقه كده قوي من الجوانب وقوي من النص، ولازم يبقى في رابط ما بينهم علشان يبقى الحركه تبقى سلسه. طيب لو تعذر الجزء اللي هو ان انا افتح من ورا، وده ساعات كتيره لو المريض كان عاملها مره واتنين ممكن اعملها من الجنب. شوف ده سيستم اول مره طبعا ممكن نعمله من الجنب، نعملها من الجنب وبتدي نفس القوه. يبقى انا بعدت تماما بعدت تماما عن الجزء الخلفي لان كان شايل عظم كتير جدا منه، في اللي مش قادر اوصل اللي بنسميه البيديكل اللي هو دخلت المسمار بتاعتنا، دي نقط فنيه دقيقه جدا. ساعتها ممكن اجي بقى من الجنب لو تعذر عليا الدخول من الخلف اللي هو الطبيعي، اجي من الجنب وتدي نفس القوه والثبات، وفي نفس الوقت بقى انا ريحت العصب وسلكت الاعصاب وشلت الغضروف الزياده وسعت القناه العصبيه، الامور طبعا بتبقى افضل. هنذهب بقى لمنطقه مليئه فعلا بالاوهام، منطقه الغضروف المرتجع وهم خلاص في عندهم ثابت وهم
انه ما فيش عمليه تاني بقى، ما ينفعش تعمل عمليه تاني. ده برضو يعتبر احد الاوهام انه خلاص انفيتابل، خلاص هو هيتشال، في قدر محتوم او محتم مقبل عليه، وهو انه مش هيقدر يتحرك بعد كده طالما انه قيل له ان غضروفه قد اصيب اصابه اخرى. هنذهب الى الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ سؤال مهم جدا. مريضة هشاشة العظام، مريضة غير قابلة للتصليح، يهرب منها الأطباء، وأساسا معظم العمليات غير قادرة على التعامل مع مرض هشاشة العظام مع مشاكل انزلاق الغضروف. وهم ولا شك ولا يقين؟ لا دلوقتي بقى وهم الحقيقة، يعني لأن الدنيا اتغيرت. هو في وقت من الأوقات كان الموضوع صعب جدا حقيقة، لأن ما كانش عندنا علاجات فعالة إنها تصلح الهشاشة. ما الهشاشه دي هنصلحها او نتعامل معاها هنصلحها، ما هو ما عندناش بديل ان احنا لازم سواء عملنا عمليه او ما عملناش. لو ما عملناش عمليه او الدنيا تمشي من غير عمليه او ما ينفعش دلوقتي عمليه بس انا بجهزك لبعد كده ان انا اعمل عمليه، يبقى لابد من كورس علاجي. والعلاجات النهارده بقت كتيره جدا متوفره، بتجيب نتائج في خلال من 6 شهور لسنه. الجزء الثاني ان احنا خلاص بقى انا مطلوب مني مثلا مريض هشاشه شال حاجة تقيلة أو وقع أو خد مطب في العربية أو اتزحلق أو ست البيت اتزحلقت على السيراميك أو على السلم وحصل كسر في الفقرة أو انضغاط في الفقرة أو الغضروف خرج بره، طب أنا هتعامل معاه؟ ما أنا مضطر أدخل أوضة العمليات دلوقتي، ما عنديش اختيارات. اتوجد بقى سيستمز كتيرة جدا، يعني نمرة واحد ممكن يبقى فيه مسامير بنسميها حركية أو ديناميكية متمددة تدخل جوه جسم الفقرة وتفتح بحيث إنها تمسك في العظم. في حاجات إن أنا ممكن أحقنها جوه الفقرة، يعني لو عندي فقرة واثنين وثلاثة ممكن نعمل حقن جوه المسمار ركبه والمسمار كانيوليتد معدل ان انا احقن جوه المادة الاسمنتية دي تدخل تبقى تتغلغل جوه جسم الفقرة. الفقرة من جوه اصلا عاملة زي الايه، زي بيت النمل كده، يعني فيها فجوات وفتحات انا بملاها تبدأ تسد وتملى. المادة دي بتبقى قوتها عاملة زي السيراميك او زي الرخام، هي اسمنت مقوى معالج كيميائيا بدرجه معينه بحيث ما يتفاعلش مع الجسم. فطبعا بقى مريض الهشاشه النهارده لا حلول. بس لو جاي لي بقى هشاشه ووزن زياده وعندك سكر وعندك ضغط والكلى تعبانه والمعده تعبانه، طيب يعني جت على العمليه هنعمل عمليه ليه؟ لا انا اول واحد ههرب. طب بنسعد جدا بزيارتك الرائعه، ومش احنا بس بنسعد، جمهورك بيسعد. طورت كثير جدا من الشرح الاعلامي في مجال صعب جدا، هو مجال جراحات المخ والاعصاب، وده اعتقد انه دور التاريخ سيتحدث عنه والحاضر يتحدث عنه بالفعل. شرح تفصيلي لادق الاشياء، وبنعمل احنا ابجريدنج لمعلومات الناس كل فتره، بنرفع المستوى اكتر فاكتر. هو دورنا ان احنا نقدم المعلومه، وبعد كده دور المريض انه يختار. يعني احنا مش بنقول تعالى والنبي احنا عايزين نعمل لك، لا خالص، احنا بنقول له اختار. والحقيقه برضو الكلمه اللي باكد عليها، مصر مليانه كفاءات علميه نفتخر بها كلها ما شاء الله. واحنا يعني الحمد لله حقيقي حقيقي يعني. اعتقد انه سواء الدكتوره ناسا حلوه قامت بدور كبير جدا عشان توري الناس قيمه الطبيب المصري. نورتنا يا فندم. تسلم. كل شكر للتقدير طبعا القيمه العلميه الكبيره استاذنا الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي على تشريفه في هذا اللقاء المثير جدا. كلمه ريكارنت كلمه مخيفه جدا. راجع راجع، في اغنيه زمان اسمها راجع بس مش فاكر بتاعت مين. خليكم دايما مع ناسا حلوه. المطلوب ان انت تاكل كل حاجه، بس ما تخلطش بالاثنين. لو عايز تاكل كل النشويات الاول قبل البروتينات بنص ساعه، او خلي اخر النشويات في وجبه والبروتينات في وجبه ثانيه، لكن الاثنين مع بعض قابل المشاكل بقى العديده في الهضم بالنسبه ليهم. كمان الفواكه كده، ما تاكلش الفاكهه بعد البروتين، كل الفاكهه قبل البروتين. طبعا اللي انا بقوله ده ممكن يعتبر من المعجزات بالنسبه لناس كتير، ناس واخده انها تحلي بعد ما تاكل. لا الصح قوي انت تحلي الاول وبعدين تاكل.